الاحتفال سيكون في ولاية تيرت هذه السنة تحت شعار المشاركة الواسعة في الانتخابات ليوم 4 مايو 2017 لسد الطريق أمام دعاة المعارضة وأعداء الجزائر في الداخل وفي الخارج، وتكون احتفالات رسمية متبوعة بزيارة عديد من المؤسسات بالنسبة للسيد الأمين العام في القطاع العام والقطاع الخاص لإبراز ماذا الإنجازات المحققة في ظل هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد، ولا سيما بالنسبة مثلا السيارات الصناعية والعربات الصناعية الموجودة، وخاصة أنه حوالي ما يقرب من 9000 منصب عمل رسمي يعني أنشئت في هذه الولاية التاريخية. هذه من تحسين الحاصل، الاتحاد العام للعمال الجزائري لما أخذ على عاتقه تنظيم أسواق في شهر رمضان، وهو من أجل الحد من أصحاب المضاربة ولتخفيف العناء على المواطن بصفة عامة، بحيث أننا أعطينا مقراتنا ومساحاتنا لتنظيم أسواق، والمستهلك يربح 3 هوامش ربح، الربح من المصنع إلى تاجر الجملة، ومن تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة، وتاجر التجزئة إلى المستهلك، يعني 3 هوامش ربح يستفيد منها المستهلك. كل ولاية الوطن بالتنسيق مع وزارة التجارة. والاعتماد إن شاء الله راح يرجع. هذا واش نقدر نقول، على خاطرش يعني فيما يخص يعني الملف اللي مديته باش نوضح يعني الامور فيما يخص الملف تاعي، نظن باللي راهو غير كافي يعني كافي باش هذاك الاعتماد يعاود يرجع. وذاك المسؤوليه راهي في يد الوزاره، وهنا ما نقدروش ندخلوا فيما يخص الوزارة، نخليوها هي بكل حرية تأخذ قرار وتشوف الملف تاعي إلى صحيح وتعاود ترد الاعتماد إن شاء الله.